مساء الخير ندى. يعني تأتي هذه المناسبة مع أيضا حلول العام 25 على إدراج وادي قديشة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. اليوم يتم الاحتفال بافتتاح ثلاث دروب تم ترميمها من قبل اليونسكو وأيضا بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، وهذه الدروب هي من حتشيت وحصرون ومزاعة النهر، إضافة أيضا إلى دير الصليب ومرآسيا وثلاث كنائس اللي هن مار بهنا، مار أنطونيوس ومار تشمونة. هذا المشروع قد استغرق عامين وكلفته تقريبا هي 500,000 يورو، وهذا هذا الامر كان من بعد ادراجهم او من بعد اعلان عن ترميمهم. كان اعلن وزير السياحه وليد نصار عن انه هيدي المواقع الخمسه قد ادرجت على لائحه السياحه الدينيه بلبنان، وسيتم ابلاغ هذا الموضوع او هذا القرار الى منظمه السياحه العالميه، المنظمه العربيه للسياحه، ومجلس اوروبا للمسارات السياحيه. وهون اشار نصار الى انه لبنان هو الدوله الوحيده غير الاوروبيه اللي هي موجوده بمجلس اوروبا للمسارات السياحيه، وذلك بفضل التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة. هذا الحفل حصل بحضور ورعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وحضور أيضا وزيري الثقافة والسياحة والنواب ويليام تو وجورج عطلة وممثل عن النائبة ستري دجاجة. أنا وزميل فؤاد يوسف كنا زرنا هذه المواقع الخمسة في وادي قديشة وتحديدا في وادي حتشيت، وأتينا بهذا التقرير. بهالوادي اللي بيخبي تاريخ اضطهاد ونضال مقدس استمر ل 400 سنة، السما أقرب. 9000 خطوة بتمشيهم بوادي حتشيت، بكل خطوة منهم قصة تاريخ مسيحي بيعود للقرون الوسطى. نحن رح نبلش من هون، ضل مشين هيك نوصل لهي السنديانة الموجودة مقابلنا، هي أكبر السنديانات الموجودين بالوادي. في وراها دير مار ساركيس، هو عبارة عن تجويف صخري موجود بقلبه مسبح. نضل مكملين على نفس الترجي ماشيين لهونيك بنوصل على مار بهنان، هذا الموجود هونيك مقابلنا. ورا الدير بنوصل على قديس شمونه ام السبعه، هي بنرجع على نفس الطريق، بنضل جايين على نفس الطريق على نفس الطريق تنوصل لهون، ننزل لتحت في عنا دير الصليب موجود تحت. بنوصل على دير الصليب، بعد دير الصليب بنخلص منه بننزل لتحت على دير مار انطونس البدوين. على طريقك صوب دير مار بهنام بيستقبلك مذبح مار ساركيس اللي بتعانقه واحدة من أضخم وأقدم سنديانات الوادي. بعد شي 100 متر تقريباً بعمق الوادي تكشف لك كنيسة مار بهنام تراث ما قدر يمحي تبدل العصور. على الصخرة تظهر بقايا رسوم جدرانية يقدر إنها بتعود لقدم قديس، واللون الأسود هو رسم تياب. I'm trying to enlight what is original remaining from some fragments, original fragments that we discover here. They were covered by this later plaster. آلاف السنين اللي مرت ما قدرت تمحي الإيمان اللي تجسد بهالقديرة. بكنيسة القديسة شمونة اللي بتدخلها من أنطرة بتدل هندستها على العصر المملوكي، وأثناء ترميم المذبح من شهرين تقريباً اكتشفت هالجدرانيات اللي بتعود للقرون الوسطى. من وقتها توقفت الأعمال مرحلياً إلى حين دراستها وحمايتها. على جنبها كان في جدرانية بتجسد قيامة السيد المسيح. ما فيك تمشي بوادي حتشيت وما تتبارك من دير الصليب اللي بتتوسطه جدرانية المسيح المصلوب، وبتزينه لوحة البشارة ولوحات لعدد من تلاميذ المسيح. على الجدران مخطوطات سريانية وأخرى عربية يعتقد إنها لمتصوفين عرب. بوادي حتشيت ما بتخلص قصص المحابس، من مار بسكوين لمار سلوين، وصولاً إلى محبسة مار أنطونيوس البدويني اللي بترتفع عن الكنيسة 30 متر بالصخر. فيها ذكريات وقت كنت طفل، وهيدي بيقول لك وادي المقدسي، فعلاً المقدسي، ولكن هالرواق ما بتسمعي عجب ولا بتسمعي، ما في أجمل شيء بالدنيا. أنا بحبها كثير الزلابيني. عامت خلا نقوش صلبين مثلثة الأضلاع نادرة بلبنان، وعجدرانا حفرت صلبين بترمز لمرور الصليبيين. هالقديرة الأربعة ومعن دير مار آسيا لجهة حصرون عم بيتم ترميمهم للحفاظ على تاريخ صامد بوجه كل العوامل الطبيعية والتاريخية. نحن اليوم هيدي هي علامة رجاء لنا اليوم، إنه نحن بقلب هالمخاض الصعب كمان اللي عم نعيشه اليوم، نحن عم نتذكر هالأباء يلي ضحوا بعد أكتر منا اليوم،
لحتى نقول إنه نحن باقيين بهالوطن شو ما كانت التحديات شو ما كانت الصعوبات. ينعمل قسم بفضل السفارة التليانية واليونسكو، هلأ عم ينعمل القسم الثاني إذا الله بريد بتمويل كمان من السفارة الهنغارية وبدعم أكيد من جامعة الكسليك. وحدة هالجبال بتعرف صلابة الإيمان اللي يعيشوه جدودنا، وحده طريق هالوادي بيعرف قيمة السكون اللي بيعيشه كل مين قرر يفوت على حتشيت من بوابة وادي القديسين.